مزيد من التعليق ينضم معنا عبر الهاتف شرار حيدر رئيس نادي الكرخ وصديق الراحل أحمد راضي. أعزيك بداية وأعزي العراقيين بوفاة الكابتن أحمد راضي. كورونا يسجل هدف قاتل بملعب الكرة العراقية، هناك حزن عميق وكبير يخيم على البلاد برحيل الأسطورة أحمد راضي. أنتم في الوسط الرياضي، كيف تلقيتم الخبر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، البقاء في حياتكم وحياة الشعب العراقي. الحقيقة تلقينا الخبر بصدمة كبيرة وألم أكبر بفقداننا المرحوم أحمد راضي، هذا النجم الخلوق اللي هو يمثل جزء كبير من روح كرة القدم في العراق، وما زالت الصدمة لحد الآن وما زال الألم يكبر مع مرور الوقت. طيب كيف كانت علاقته بكم على المستوى الإنساني والرياضي، وما كان طموحه؟ على المستوى العلاقتي بالمرحوم أحمد راضي كأخ وزميل وصديق عزيز، رافقته كلاعب في نادي الرشيد ورافقته كلاعب في المنتخب الوطني، وأيضا كنت معه في مسيرته كإداري ناجح، وكان طموحه كبير وطموحاته كبيره، كان يعني يطمح في يكون صوت الرياضي العراقي في العمليه السياسيه، ولكن للاسف نظام المحافظه منع وحجم من طموحات هذا النجم، ثم اصبحت طموحاته في الوسط الرياضي وكرئيس اتحاد كره القدم وكنادي الكرخ وكسر الشرار حيدر. تخليت عن تمثيل النادي واعطيته بكل رحابة الصدر وكل محبة إلى زميلي المرحوم أحمد راضي، وكنا نعمل بالدفع بالمرحوم أحمد راضي ليكون رئيس اتحاد كرة القدم لكي يحقق المشروع في باله من عملية تصحيح المسار وإصلاح كرة القدم العراقية، ولكن للأسف الموت كان أسرع وسرق من بين أحضاننا. طيب. وألمنا كبير بهذا المصاب حقيقة. طيب أنت يعني كنت قريب منه، ماذا كان يقول أحمد خلال فترة علاجه؟ يعني كان متفائل جدا وكان على طبيعته مرح ومتفائل، ووضعه كان مستقر وكانت طموحاته كبيرة، وكان مشتاق جدا لعائلته حقيقة، لأن صار لفترة حوالي شهرين ونص أكثر ما موجود في بغداد وما شايف عائلته المتواجدة في الأردن، وكان مشتاق لهم جدا، ولكن احنا كنا نصبر عليه حقيقه، وكنا يعني قريبين من عنده حتى ما يحس انه هو في الظرف الصعب، انه هو الانسان راح يكون وحده. فحتى في المستشفى، حتى في غرفه الحجر، يعني ذهبت الى زيارته وبقيت معه حوالي 20 دقيقه في غرفه الحجر لكي لا يشعر انه هو وحده في 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 موقف صعب، ولكن يعني قدر الله ما شاء فعل، وهذا يعني كتاب رب العالمين، واحنا ناس مؤمنين ونقول الحمد لله والشكر على كل شيء. طيب هناك من يرى انه التعامل الطبي مع احمد راضي لم يكن بما يستحقه، انتم كيف ترون هذا الامر؟ وايضا هناك من يتحدث على انه هناك كان تاخر بترتيبات نقله الى الاردن لتلقي العلاج. لا اطلاقا، احنا انا ما اقدر الوم الكوادر الطبيه، احنا انا الوم الوضع العام في العراق. هذا الوضع العام، هذه سياسه البلد الان، هذا واقعنا، هذا نظام المحافظه، يعني تدهور في كل القطاعات وفي كل الشرائح وفي كل المجالات، ومن ضمنها القطاع الصحي، الكوادر الطبيه والجيش الاطيب تحملوا مسؤوليه واعباء كثيره، وهم في الخط الامامي للمواجهه وجالسين في حياتهم وحياه عوائلهم من اجل صحه الاخرين في جميع انحاء العراق، وانا اعتقد قاموا بالواجب ضمن امكانيات المتوفره لهم في مستشفياتنا اللي لا يمكن ان تسمى مستشفيات حقيقه مقارنه بالدول المجاوره، حتى ما نقول دول العالم المتحضر للاسف. عملوا ما يقدرونه، عملوا المستحيل، وهذا قدر رب العالمين. هذا قدر. طيب برايك لو كان هناك يعني لو تم نقله الى الاردن بصوره اسرع، يعني هل يعني بصوره اسرع، خلينا نقول لك التاريخ، يعني الاستاذ مؤيد اللامي نقيب الصحفيين كان موقفه شهم وكريم وكبير جدا، وزير الشباب والرياضة دخل معه على الخط، وكانت الجهود يعني موحدة من أجل هذا،
هاني جميلة شرار حيدر يعني السفير العراق في الأردن، ولكن عملية طائرة الآن تحط في الأردن وفيها مصابين بفيروس كورونا يحتاج لها موافقات، وما قصروا يعني لا سعد مؤيد ولا عدنان درجال ولا حتى آني ولا حتى السفير حيدر، اتصلوا برئيس خلية الأزمة في الأردن وزير الخارجية وفي وزير الصحة وفي مكتب الأمير علي، اللي ما قصر موقف الأردن كان مشرف ووافقوا، وأيضا موقف السلطات العراقية حقيقة موافقة وزير الصحة وأيضا رئيس الوزراء، ولكن هي هاي الإجراءات كان لازم تأخذها خط سير الطائرة ومعلومات وبيانات وغيرها، فلهذا كان من المقرر اليوم يسافر يعني الساعة 1 ظهرا، ولكن يعني للأسف الموت كان أسرع وسرق من بين أحضاننا، نقول ألف الحمد لله والشكر. طبعا الحزن يعم معظم الدول العربية وليس العراق فقط، يعني نعزي عائلة الفقيد ومحبيه وندعو الله أن يلهمهما الصبر والسلوان. انضم معنا عبر الهاتف شرار حيدر رئيس نادي الكرخ وصديق الكابتن أحمد راضي، شكرا لانضمامك معنا.